البنات هذا وشك النهائي كيف ما كتشوفوا راه ما تقريبا ماشي الطي ديالي نيت نيت، كاينه قطعه هنايا وكاينه قطعه في التحت، هالقطعه الاخرى في كاينه الكميمات جاوا على هذا الشكل صراحه زويونين. شو كيف جات ما تدوش على الصنداله تبارك الله زوينه زوينه واعره البليات هنايا. البنات بالنسبه للخياطه اشنو خيط؟ خيط هاد القطعه ديال الكرش ياك ديال البطن، خيط البليات من هنا لهنا واضح، هنا خاوي وهنا خاوي، جيت حتى لهاد التحت هذا كان واحد الطرف شيط ليا هنايا جمعته ودرته بليات. حاجه وحده من هاد البلاصه هادي كتكراني باش تدوري، كتكراني هاد البلاصه هادي كتكراني واحد البلاصه هنايا باش كدوري باش كتهبطي لتحت. هادشي اللي كاين نفس الطريقه اللي درت لهنا درتها للجهه الاخرى. دابا غادي نمشي نسورجي كلشي، نحاول نقلب لكم هنايا غادي نمشي نسورجي. شفتوا واحد الكرانه البنات درتها هنايا صراحه جاتني ساهله انني باش درت. المهم دابا غنمشي نسورجي هاد القطاعي كاملين وغادي نخيط الكتاف عادي ونهبط مع البياز حتى لتحت. البنات انا غنخدم عندي غير بليات صغار، ما عنديش دي فرونس. خصني هاد الشيء هذا هاد البليات خصني نجيبو من هاد البليصه هادي، هذا هو الحد. ديرو لي فرونس ديرو لي بلي، شوفو نتوما اشنو مناسبكم. المهم هاد البليصه كامله يجو فيها البليات. خاص ما يشيتش اسمو ما يشيتش الثوب، يعني ديري البليات حتى توصلي لعند الحاشيه. انتما غتشوفوا كي غندير الصباط انايا غادي نجي حتى لعند النقطه، غنجي حتى لعند تنتقابل مع التقطيعه الاخر ديال التقطيعه وغادي نحبس وغادي نهز الصباط وغادي ندور. نورمالمون تما خص تكون واحد الكرانو ولكن ماشي مشكل صافي، وانا غنخيطو سامبل. انا دايره هاد اللعيبات هادو جامعين ليا البياسة باش ما يتخلطوش ليا الطروفه مع بعضياتهم. البليات راه عندي في الفوق، ما عنديش في هاد البلاصه هادي. لاحظتوا بانني ما سورجيتش بيطا الاخر ونسورجي مع ما بعدا ما نسورجي في هادشي كامل مقطع، نجمع البياسه كامله ونسرجيها في خطره واحده، ماشي نجمعها كامله لا، نكمل من البليات ونمشي نديهم نسرجيهم. هاد البلاصه اللي ما مقطعش غادي نخيطها، شوفوا البنات عندي هنا واحد اللعيبه هنا. نفس الخدمه غنديرها للجهه الاخرى. المهم صراحه هي تخيط عليها غتبان لكم اشنو درت. غادي نجي لهنا انا غنحسب على هاد البليات اللي درت هنايا، غير ما عنديش سنتيم صراحه هنا وصافي، اما نتوما حسبوا. المهم حسبوا 14 في هاد الفوقاني هذا، غادي نعاود نحطو على هذا باش يجي داكشي مقاد. هاديش ايوا دابا نمشيو نلصقو.
دائما الطرف اللي فيه البليات هو اللي كيكون الفوق ياك البنات. دابا من هنا من الفنيده لهيه ما خصو يدار فيه والو، نخيطو عادي الجناب ما فيهمش البليات حيت اصلا اللي تحت فيه البليات. في كاين الفنيده غندير البليه الاولى، في كاين الفنيده وغادي نحاول انني ندير النص مع النص. شفتوا باش زوينه البنات المنتصف ما كتبقيش خدامه وصافي، ولي شاط ليا كنديرو البليات. نحل داك البليات كتاف بلاص جاني الثوب شايط كثير. هاد البليات البنات باش ما تبقوش تحلو وتسدو ديروا الفني ديروا الفنيت، قادوا البليات هما الاول بالفنيتات حتى مره تجيبيهم هادوك مره ما تجيبوهمش هما هادوك نتيو زارك. البليه الاولى غنخليها ما غنمسها، ها الاخرين صافي غادي. مزيان وصلت المنتصف غادي ندير البليه في الوسط صافي نقرا هذا الشكل هذا حتى نكمل هذا الشيء كامل. حتى هنا ما غاديش نخيط الجناب ما غنديرش ما غاديش فيهم بليات ماشي ما غنخيطهمش. تلاحظوا الطريقه نقرب شويه الطريقه باش كندير البليات راهي كتجمعي الثوب وصافي. هنا فين حابسه صبعي هنا فين خصني نحبس البليات، هي الاخرى خصها تكون فوق هذاك. صافي هنا ما فينا البليات الاول مزيان. دابا درنا البليات في هذا صافي درنا البليات فين هي في الوسط، هنا ما فيه والو وهنا ما فيه والو. غادي نمشيو للطروفه التحتانيه الطروفه هادو وانا كيرولوني خصني نجيهم من التحت. البنات الثمن ديال هادي 150 درهم ولا 130 درهم ماشي 100 درهم، فيها الخدمه فيها اكثر التقاطع فيها اكثر راح ناقطع وحده راه كنشدوها ب 100 درهم. عطوا القيمه شويه لخدمتكم والتمره ديالكم الخواد. بنات غادي نخيط معكم ان شاء الله هاد لكم راه شفتوا الفصاله ديالو شو كيجي كيجي زويون كيجي من هنا مفخفخ. يلا كمل تبعوا معايا فين هو داك الكم الاخر يلا جلالكم. المهم بالنسبه للاستيك بالنسبه للاستيك خديت هذا تقريبا فيه واحد وشويه ماشي واحد ونص المهم واحد وشويه واحد ونص فيه واحد ونص مي تاخذي هو صراحه هذا زوين ما تاخذيش اكثر من هذا واحد ونص زوين.
كديري على يديك بحال هكذا وكتشيطي واحد شويه. ها شفتوا شحال كتشيطي؟ تقريبا واحد سنتيم من هنا وسنتيم من هنا باش ما يجيكش مزير. صافي كتشدي هاد الكم ديالك. البنات شوفوا الفصاله ديالكم شحال خليت فيه، راه خليت فيه تقريبا 10 سنتيم ولا شحال. الكم راه سرجيتو من هنايا وغادي نعطف شحال عطفنا، سبعة. غادي نعطف 7 سنتيم. تعطفي هي طوي طوي. غادي نعطف 7 سنتيم وغادي نمشي بها كامله. خيطوا ليا فوق من السرجي باش ما تجيكمش خياطه على خياطه. صافي غادي نعطف هاد العبار كامل طوي، هاد العبار كامل. حاولوا باش ما تجيكمش هاد البنطه هادي ما تجي ما تشربش، ما تجيش من بوم يا ما تعوش ليكم. ها قد هنا قد تما باش منين تبي تخيطي شتي، باش منين تبي تجمعي الجناب يجوك يخد قد. ردوا البال المرحله الاولى. المرحله الثانيه هو اننا غنشدو هذا اللاستيك هذا وغادي نحطوه هنايا. حاولوا حطوه عند الخياطه تحت الخياطه تقريبا بشويه شوي شوي، وتراسي تراسي تحت منه عاوتاني حتى هو بشويه تقريبا. شحال درنا فيه؟ هو اصلا فيه واحد ونص، يعني غادي نديرو جوج، لا جوج هو فيه واحد ونص، يعني نديرو جوج سنتيم. غادي نعبر جوج سنتيم كاملة وغادي ندير عليها حتى هي واحد الخياطة سهلة البنات. صافي انت تشد ليك مزيان. غادي نخيط دابا هاد البلاصة هادي. حاولوا ما ديروش هذا مزير على لاستيك يكون قدو تماما الى دخل. عندنا في لاستيك واحد ونص، عندنا نص سنتيم ديال فين يدخل لاستيك ديال التوسع. غادي نشد لاستيك ديالي وغندير ليه واحد الفيلول وغادي ندخلو في هاد الخياطة. ندخلو هنا بين الخياطات. ندخلو في هاد البلاصة هادي ولكن ما ندخلوش كامل حيت خصني خصني نخيطو هنايا، نخيطو في هاد البلاصة هادي. عندكم يهرب ليكم البنات، عندك يهرب ليك. شدو بالفنيته. المهم نزيد باقي ندخل واحد شويه، الا مشات تهرب راه هي والو. صافي غنحبس وغادي نمشي نخيط ليه هذا الراس ديالو. بسم الله. اي صغيري هذا مزيان. صافي ايوا دابا خدمي بكل اريحيه، جري دابا مع راساتك حتى يخرج ليك من الجهه الاخرى. هكا كانوا كيديروا اللاستيكات ديال امواتنا وجدوات ديال السراول ديال الشويرفات. ما لبستو انا السروال قندر سي تاهيت، كانت طرز عليا ماما واحد السروال كنت كنحملو. دابا كنقلب على داك السروال باش تعطيه ليا. يلا البنات عندكم حاولوا باش ما يدورش لكم لاستيك، ما تخلوش لاستيك يدور لكم. شتي دار ليا انايا يعني ما خصوش يدور البنات، ما خصوش يدور نهائيا. ها هو قديتو.
الى الدار غيخسر لكم المنظر وغيديرونجيك حتى في يديك. الى دار لك عاودي تلقي الفنيته وعاودي دخليه حتى يسمو تيتقد صافي. غتجي دابا لهنا وديري واحد لاريتم اخرى وراك على صبعي وكملنا لكم ايام ديالنا. دابا غندوزو المونتاج ديالكم. شتو كيفاش كيجي؟ كتشدي انتي كتبدي تحكمي في هاد العيبات هادو يجو مفرقين. دابا غادي نمشي نمونطي لكم مع البياسة عادي. درت انا بداك لكم تقريبا واحد 3 ديال البليات نوريكم واحد المعلومه هنا بالنسبه للبليات اللي كيغلطوا فيها بزاف البنات بزاف كيغلطوا فيها وكتلبس البياسه وهي راه ما دات ما جابت فيها. اول حاجه غنقسم كمي على زوج وغادي نمشي نخيط. انا الكم الاخر درت فيه واحد 3 البليات فوق من الكتف ومنين خيط دوك البليات فوق من الكتف خيطتهم لعندي يعني هكا كنطوي هكذا. هذا الى درت نفس القضيه ملي غتلبس لي انا لكم البياسه غيجوها الكمام غيجوها البليات واحد صد جهه اليمين واحد صد جهه اليسار واحد للامام واحد للخلف باش حنا ما يكونش عندنا داك المشكل. الكم الاول كتصديه جهه والكم الثاني كتصديه جهه الحيط. بحال دابا انا مثلا عندي هنا الحيط غنصدو جهه الحيط. انا نوريكم كيفاش غندير البليه الاولى ودائما واحد البليه كنجرها من 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 اسمو كنجرها من الامام باش يجي قد البليات ديال الامام قد البليات ديال الدار. نزيد بليه اخرى هنا. في الاول درت البليات هكا عندي دابا لا دابا غنردهم اللي هيه كون دابا درتهم جهتي غادي ملي غنقلب البياسه غادي يجوني غيجوني الكمام البليات مفاردين وحده كتشوف غضبان وحده غضبان على الاخرى صافي. وكنخيط عادي دابا غنوريكم كيفاش غادي نمونطي كيفاش غنلصق الجناب ديال هاد الكميم. هذا غتحاولي بعدي لاستيك بحال جريه للوسط باش يبقى لك هنا شويه الفراغ باش تلقاي فين تخيطي ما تخيطيش على البليات صافي. وحاولي فين هاد الشيء مزيان حاشيه مع الحاشيه خياطه مع الخياطه يكون داكشي بيان فيني. وتمني غير تسورجه راه كنزيد عليه واحد التعديل اخر ديال لاريتمون ديالي كنحط لاستيك مع خوه كنجر واحد شويه باش نلقى فين نخيط. غنمشي نقاد التركيز مع خوه هاد الكم. هذا راه البنات اللي شافوا الفصاله اللي ما شافش الفصاله يدخل يشوف الفصاله راه درتو عريض. انا راه شاده في التركيز خياطه مع الخياطه ديال الحزام ومباشره غادي نهبط لعند التقطيعه ديال اللي كاينه في الجلب تاع هي ديال الخياطه مع الخياطه
ياك هاد النظره ليا شويه ديال الخدمه داكشي علاش طلبوا الثمن. صحاب الفريال 1600 غادي يمشي لتحت نقادو مع خوه، حيت بعض المرات ملي كتكوني خدامه غادا مورك على الماكينه كيجيك من لتحت ديكالاج، حاولي هذاك الديكالاج ما يجيكش، يجيكش واحد هربان على الاخر، كتشدي هنا وخدمي عليه. يلا البنات غادي نقلب، خصو يتسور جبعته وكديري ليه بحال هكذا ها باش يتفرقوا دوك البليات وكيعطينا هاد النتيجه هادي. شو خاص الخياط فين هي الخياطه فين هي شي غبره ديك على الخياطه شتي هنا، خاص الخياطه تجي مع الخياطات وهاد البلاصه تجي مع هاد البلاصه، المهم باش يعطي فينيسيون زوين. دابا غادي نمشيو نسورجيوها وباش ما يبقاش ليا واحد الديفو هنا هكا داير هكذا، غادي نحاول انني المهم نسورجي ندخل فيه ياك ندخلي فيه في السورجي صافي، ولا ديري ليه بحال كي كيديروا في التقليدي سورجيه ونعسيه، لا نعسيه لواحد الجهه وديري لاريتمو ولا ديري لاريتمو صافي. نتوما اختاروا اللي بغيتوا، يا اما كتسورجيه رقيق ولا كتسورجي كتخلي فيه شويه وكتنعسيه لواحد البلاصه بحال هكذا وكديري لاريتمو باش كيغبر هذا ما كيبقاش مازال يبان. ايوا هادشي اللي كاين البنات.